خلال السنوات الماضيه شهدت محافظه شمال سيناء طفره تنمويه في كافه المجالات حولت حياه المواطنين المقيمين فيها الى واقع افضل من الشيخ زويد الى رفح شهدت محافظه شمال سيناء انفراجه اقتصاديه واجتماعيه كبيره بسمه تحمل في طياتها سنين من تقلبات الالم والحزن والفرحه والبهجه الحجه محمده التي عاشت لمدة ثلاثين عاماً بشمال سيناء كانت شاهدة فيها على تحولات مدينة الشيخ زويد من أحلك الأوقات وأصعبها إلى أوضاع جديدة ويسيرة. الدنيا آه الدنيا قامت بس ربنا الحمد لله. الحمد لله ان الدنيا كده عادت كويسه والناس اللي هنا كويسين حصل على قد ما حصل ما سبناش المكان قلنا زي ما احنا زي الناس اللي هنا ما احنا مش احسن منهم زي احنا زيهم لو متنا ما نموت سوا لو عشنا نعيش سوا اولادي بيحبوا هنا وقاعدين هنا وقولوا ما احناش سايبين هنا لا دلوقتي الدنيا حلوه الدنيا حلوه الحمد لله شعب مصر بخير والعرب ان هنا ناس طيبين وبخير والحمد لله أنا بتمنى أن الأطفال ديا يعيشوا عيشة حلوة وسعيدة ويعيشوا في فرخاء ومن سوق الشيخ زويد لم تتوقف القصة عند الحجة محمادة فقط بل تنوعت في فصولها تحكي عن اختلاف الأوضاع بألسنة من عايشوها دلوقتي الدنيا حلوة عن الأول كتير الحمد لله تحسنت دلوقتي نشكر القوات المسلحة على مجهودها والحمد لله دلوقتي الدنيا مية مية كل حاجة دلوقتي متوفرة والحمد لله الناس في أمن وأمان تخرج من أي ساعة بالليل بالنهار ما فيش اي ادنى صعوبه على المواطنين بيد ربنا قواتنا مسلحه الحمد لله مكرم ربنا يعني كل يوم على الثاني كل اسبوع على الثاني بتعدل اكثر واكثر يعني يعني كان الاول ما فيش منتجات كان في الجو صعب عندنا شويه هنا والحمد لله دلوقتي زي ما انت شايف السوق دلوقتي المنتجات زي ما انت شايف والناس رجعت لارضيها ورجعت لمكانها ارض الفيروزي عادت لتزدهر مره اخرى باهلها وناسها واسواقها وحياتها التي عادت الى طبيعتها وسط امنيه واقتصاديه واجتماعيه طالت القرى والمدن ومن الشيخ زويد الى لؤلؤات الشرق او مدينه رفح الجديده بسعه 626 عماره سكنيه والتي تستعد لاستقبال الاهالي بعد انتهاء المرحلتين الاولى والثانيه بالاضافه لقرب الانتهاء من الاعمال الخدميه بها تم انشاء سوق تجاري تم انشاء سنترال نقطه اسعاف نقطه شرطه مساجد مدارس مدارس تشمل حضانه رياض اطفال وابتدائي واعدادي الدنيا اختلفت جامد بصراحه الاول كان في الدنيا ما كانتش تمام ما كانش في امان دلوقتي الدنيا بقت امان امان 100% يعتبر كامن وامان احنا كنا فين ودلوقتي بقينا يعني الحمد لله حاجه كبيره أو, او الامن والامان احنا شغالين هنا من 2018 كان في في الاول مشاكل كان في صعوبات بس دلوقتي الحمد لله الدنيا فكت زي ما حضرتك شايف ووصل الموقع ما قابلتش مشاكل الطريق فتح الحمد لله وكانت الأعمال بمدينة رفح الجديدة قد وفرت العديد من فرص العمل لقاطني المنطقة وسط من الأمن والأمان بعد أن طهرت القوات المسلحة المصرية الأرض من الإرهاب وأعماله كريم بيبرس التلفزيون المصري